مباشرة لفريق الوداد الرياضي. رفيق عبد الصمد في التنفيذ، كرة نفذت، هدف أول للوداد. تكلمت على أن الهدف قادم، الوداد ينجح في الوصول لمرمى مراد بنونة. أكيد أن الخطأ سيكون مكلف، احتجاج من جانب لاعبي الجمعية السلوية عن هذا الهدف الذي يعيد ثقة للاعبي الوداد ولأنصار الوداد الذين يحضرون اليوم بأعداد محترمة للمركب الرياضي محمد الخامس. جمهور الوداد يحتفل، بدو زكي سعيد والكل سعيد هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. هدف أول، سنعين الإعادة وسنعين ردة الفعل بعد ذلك مراد بنونة. وهنا المتابعة من جانب أظن مشري، سنعين الإعادة، ستوضح الرؤى. أكيد الهدف سجل من جانب أظن مشري، يعني أتمنى من الزملاء